السلام عليكم ورحمة الله وسهلا بكم محبتي. هذا فوق ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نكمل Angry Birds Epic Kill RPG. هذا الجزء الثالث ليه إن شاء الله. دائما ضربوا القريبين عن بعض، يعني ضربتكم تصير اقوى وتاخذون اكثر دمج. لعبة حمدية يعني شغلات خامضة اللي ما يفهمها. شاهد انت على الطاولة الصغيرة وانا الجزء الخمسة. اروح للي بعده. خلصنا هاي، نروح هاي استعملنا سورت اوت فنشيلد. هذا ذرع طيب. عندي فلوس فوال هذا هذا اللي عم ترى يفيدني. اشتريته خل استعمل الدراع اللي شريته. شايفين الدرع؟ روبا هذا تشتري الدرع من البركة الآن راح استعمله. أرجع المعركة خنشوف عدنا بوشن. عدنا خمسة بوشن اللي هاي الكلاسي عليه مثل ديمونة. حتى إذا طيارة ديمون ترجعها يشفي دمه يزيد دمه. راح اروح اللي من بعده او لا نرجع. اكو صندوق شايفينه ما راح له. روح الصندوق هذا
اوكي تقدم جدا معركة. لكن أركز على الأغراض مثل ما قلنا من بعض حتى أخذ أكثر دمج بيهم. أستخدم بوتين عندي 5 حنطي جد الدمج هنا أستخدم بوتين ثاني عندي الدمار تضرب بس واحدة من الشيء مسيطرنا أحضر فينا من هذول الأقراب من بعض نستخدم بوتين 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 نستخدم ب
خلي المرحلة الثانية تجي بس نرجع نقول كذا تجي نرجع لعبها صح أنا نكتب بعض القدر حتى اشوفكم في لقاء جديد. هذا اخوكم ماجد في امان الله.